إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، عادني الله منها وإياكم. سؤال هذه الله يبارك في دمانتين، وكتاب كني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شهر قرية أرداد سيو أركتو إلى هذه البركة الرفع وحنقول سوى شرعي ربن يجي تضبات ربن يجي تضبات هي صنان صلاة الصنة دي لحد ربن يجي تضبات هدي اللي يراهضو دمانينا دا هلو قدرنا ولماذا قاروح حيو تريان أفر دمانينا أنصام الرأي أفر حسلوني iyo toddoba rugni koobiyo toban rugni weyn noqonaysa waayo salaada marka la isu taago waa lagu xasilayay kow marka la rukuucana waa lagu xasilayay laba marka laga soo kaco rukuucdana waa lagu xasilayay saddex marka la sujuudana waa lagu xasilayay afarta rugni oo haddii gaar loo tiriyo toddobada aynu marayna lagu darayo marka koobiyo toban rugni weyn noqonaysa koobiyo toban rugni hadii marka rugniga taagnida iyo xasiloonidiisa la isku tiriyana toddoba baynu ka soo qaadanaa marka rugniga toddobaad baynu maraynaa markaynu soo gaabino haddaynu xasilooni kasta ku darana koob iyo toban rugni aynu maraynaa ama toban iyo koob rugni arrafcu soo kicid laga soo kaco arrafcu min assujuudi waa rugnigii sideedaad waa labada sujuudood waa laisku tiriyaa labada sujuudood waa isku xukun waa hal rugni isku yihi ama arrafcu min asujuud waa rugnigii sideedaad wey rugnigii sideedaad haddii afarta dumaaniino iyo kasoo kiciddiisan oo isna rugni noqonaya shan iyo sideed saddex iyo toban rugni muu noqonaya saddex iyo toban rugni baa laga tirin doonaa ama waa sideed ثم دبدنا كان النبي وحها صلى الله عليه وسلم يرفع نبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام دمان سود وادي الله البركه ثم دبدنا كان النبي وحها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يرفع وكرق وسوق مرتي يرفع وكريلي جري راسه مدح عيسى اي سجودي هره وغلي كسو قادي جري من السجود سجودي مكبرا يسقول الله أكبر وسجود سنة مركو سجود سيدة ما يبو كسو كعيا الله أكبر بورنيا يسقول فري سنة وأمر هو أمري حديث كان بخاري مسلم بصوص ساري إن نبي قمرك سجوده وسجوده كسو كعي شري وورن شري الله أكبر وأمر هو أمري بذلك أرنتانا المسيء كي حميي سلاته سلاتي سأيو أمري كي سلادي سحميي بو أمري النبي صلى الله عليه وسلم وفقال النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم فقال النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم لا يتم دم يستر من ميسو صلاة لا يتم صلاة لأحد قف سلادي دم يستر من ميسو من الناس لا يتم صلاة لا يتم دم يستر من صلاة مرتي لا يتم دم يستر من صلاة لأحد من الناس مددك كمدة صلاة دي سلما يسر من ميسو حتى يسجد إلا وسجوده حتى يسجد وسجوده حتى يضب ذينا تضمئن أي كحسشو مفاصله كالقويسي ديسو شرك كالقويسي سلما إلا أي سجود كحسشو واكو ثم دب ذينا مركو سجودتين هي يقول ويراهض ثم يقول ويراهض الله إلهي با أكبر وين الله أكبر وكدبنا ويرفع وكريالو رأسه مدح عيسى وصرو صوق هذا فردقة يعني وفردقة سجودة كحية حتى يستوي وكسنمو غاعدة فردق حتى يستوي غاعدا إلا وفردق كسنمو وصل كماركت وبالعرسة النبي صلى الله عليه وسلم
أما قفك سو سلادة تكنية حتى يستوي إلا وكسن مو أما وكوية كادو قاعدا فردي وأنا فردي سلادة إلا مرتي لقنا لجوجل أيو لقنا لتاجا أيو لقت بدح ذا أيام لجوجل أو لقو فريستا لقت ميدك تنوال لتاجا أنت فرح أقول لك لقو قبته وحق قبل لو جديد حديث كان أبي داود يا حاكم باصو ساري حاكمنا حديث كوا صحيح بودي إمام الذهبنا وكوا فقي إمام الذهبنا وكوا فقي وتخرجية كتابك كتابك حاكم مستدرك الحاكم وايا وكان النبي جوحها صلى الله عليه وسلم يرفع متكر يلا يديه لبدي سجعمود مع هذا التكبير تكبيرة سجوده وكسوك عي لبدي سجعمود بسرو قال ترى أحيانا مرك قاركود مرك قاركود أوين نجين ده أفر ميلود بينه أفر ميلود بينه سجنة مرك صلاة الحرنة هي كو مرك الركوع هي اللبا مرك الركوع ده لقسوك عي صدح هي مرك السجود هي أفر هدبا نبي جو مرك قاركود مرك قاركود مرك وسجوده سجوده وكسوكه او الله اكبر يلا هذا او فريسانيو كعما كربو قادشري ومرر ماها مركستا مرك قاركود سيدا مرك انو صوشاق نبا مركو نبي جو دونو ينو سجوده صو ركوع ذا كعما سرو مقادشرين وحينو صو مرر مرك قاركود مركو سجوده ودعايو إنه قام ساورن شردنا وسجود شري كان هري نصبر وكذلك وحلم ذا مركو النبي وسجوده سجوده كسرك الله أكبر يلا هذا مرك قاركود بقام سر وغاد شري سوى فرديا ومرك قاركود لكن أفر تميلد والنبي يقول لاسمين وقام سر وغادا واحد شذا كو مركو حدا سلادة مركو ركوع أي لبا مركو ركوع ذا كسرك أصدح إياه التحيات كده مركو كسرك أفر تاجر نبي يقول لازم يشري أما مركو سجود أي سقط هاجن ولا عايو مركو قاركود بكر يشري مركو سجود ده كسر كأنا فرد وكسر نقطة يانا مركو قاركود بقى ما يسوى فرد يا زاود يشري مركو الله بدأ دم به هي إنه شجنة واصنة يعني ومرو البواصنة يعني مو لازم يشري ساسوي وكان يرفع كرب وقال شري يديه لبيس قعمود مع هذا التكبير تكبيرته وسجوده كسر كعايو أحيانا المرك قاركود حيث كان أحمديو أبو داود باسنة سايحة كسو ساري وبالرفع هنا هل كان مرك لرفعنا أيو وعند كل تكبيرة هي تكبير كستبع وأنا فرتين وصوشاقنا هين قال إمام أحمد حولي قال إمام أحمد إمام أحمد باكوتقي ففي بداية اللي منقيم بعد أبو نغنسانا أيضو نغنسا وايا الله مستعان وعي لشيخه ثم دبدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفرش وجوجل شري رجله لقتي سأل يسرى بدح أي جوجل شري أو فيقعد وكفر يسنجري عليها وفرد قلبه تحيض الحياة نبي يقول لك تيسو قول لكي لا يسرع بده وفيقعدو كفردي سنجري عليها لك تقود كيدو كفردي سنجري مطلما إنا إساقو مارتي سيحة سيلون إساقو كو حسيرايا مركا فردي قاعد حنو روني سكيلالي روني أنا والو حسيرايا وروني جيس ديداد اللي سجودة كي تضوالها مركا ساقع فردي قاسي وروني جيس ديداد هدي دماني دي سلطريانا ودماني دي شناد مرك حسيلوني دوشن ميلا يا أركانتو سديدة صدق هي توم ركني بس كنا قدونا إلا سديد توم يقارسين دونا بين الله المولى أركانتو مرك مع عضو مرك حسيلوني دو القطريو هدي حسيلوني دو مدو بالله رعيانا صدق هي توم يركض قدونا بين الله المولى وياه وأمر وأمره بذلك أرنت أسنى وأمره المسيء كي حميي سلاته من يبقى أمره صلى الله عليه وسلم وفقال وحكول الله ننكي وامرين نبي وحكول إذا سجدت مركات سجوده إذا سجدت مركات سجوده فمكن سار بول سنكاق يوجيقاق فمكن لسجودك سجود هذا مكان صو وقلك محانك لذا جبهد سار يعني سنك يوجبهد
dhulka si wacan u saar buuro tamkiini ee faydaa rafacta markaad kor uga soo qaado faqcud ku fadhiiso hee calaa fakhdika ku fadhiiso maxaan ku dhahdaa bawdadaada alyusraa bidix yani bawdadaada bidix ku fadhiiso oo google dhulka google waayahay dabeetna dhudhunkana yani maratay ku fadhiiso faqcud faidaa rafacta markaad kasoo kacdo faqcud ku fadhiiso calaa fakhdika bawdadaada alyusraa bidix. Xadiiskan axmed iyo abi daawud baa sanad jeeda kusoo saaray. Wa kaana nebigu sallallahu alayhi wasallam yansubu wuu taagi jiray rijlahu markuu fadhiisanayo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya wa kaana yansubu wuu taagi jiray rijlahu lugtiisa alyumna midig wuu taagi jiray sallallahu alayhi wasallam. Bukhari iyo Bayhaqi waxay iska saaray wa yastaqbilu wuu qaabilsiin jiray biasaabicihaa lugta uu taagayana lugta bidixee uu taagaya lugta midig uu taagayo wa kaana yansubu rijlahu lyumna lugtiisa midig buu taagi jiray wa yastaqbilu wuxuu qaabilsiin jiray biasaabicihaa faraheedana wuxuu qaabilsiin jiray alqiblata qiblada. Oo dee waad garanaysaayo ila marna baridaa lagu fadhiista oo atxaadka dambe atxaadka dambe lugta inta laga dusiyo baa barida lagu fadhiistaa. Ka horena lugtanaad googlaysay iyo bawdadeeda ayaa dusha barida saaraysa. Lugta kale ee midigta lugtaa midigtana ee dhinacayga midigta xigtana saasaad intaad faraha dhulka ugu qabato ayaa loo taagaya. Faruna waa inay xagga qiblada qaabilaan. Allah musta'aan. Allah musta'aan. Maasa kitaabkii aan ku jiraa dhe. Wuxuu yidhi aliqcaau in cirbaa lagu fadhiisto inay bannaan tahay bayna sajdatayni labada sujuudood dhexooda. Aliqcaau in labada cirbood lagu fadhiisto cirbaha in lagu fadhiisto bayna sajdatayni labada sujuudood fadhiga u dhexeeya waa qofkii awoodi kara. Hadda fadhigii hore waynu soo aragnayo labada sujuudood fadhiga u dhexeeya barida ayaa la saaraa lugta bidixda oo la gogolay tamidigtana waa la taagaa. Laakiin waxaa dhici karta in intaad labada lugoodba saa ugu fadhiisato inaad salkaaga labada cirbood saarto baa iyana sunno ah. Aliqcaaw in la cirbaysto oo cirbaha lagu fadhiisto bayna sajdatayni labada sujuudood dhexooda fadhiga u dhexeeya. Wa kaana nebigu wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam axyaanan mararka qaarkood yaqci cirbaha ayuu ku fadhiisan jiray nebigu cirbaha ayuu ku fadhiisan jiray sallallahu alayhi wasallam. Yantasibu wuu taagi jiray yantasibu calaa caqibeyhi yantasibu maarata wuu taagi jiray isagoo ku fadhiisanaya calaa caqibeyhi labadiisa cirbood isagoo ku fadhiisanaya ayuu maxaan ku dhahdaa maarata ayuu taagi jiray iyo wasuduuru qadamayhi iyo farihiisa labada cagoodna farihiisa intuu jebiye buu xagga qiblada qaabilsiin jiray. Waxaan umalaynayaa inaa fahmaysaan macnaha horena ayaan horeynaan intusaan umalaynayaa kolle meesho way maaratay way gaaban tahay oo in ay arki doontaan garan maaye macnaha nebigu iqcaagu waxa weeyaan sunnada ahay waa in nebigu sallallahu calayhi wasallam saasoo kale laba barida ayuu labada saa ugu fadhiisan jiray labadiisa cirbood imanka labadeedii cirbood ayaan ku fadhiyaa waa kuwa baradaydu waa taa labadii cirboodna way taagan yihiin iqcaakaasa la dhaha sunnada nebigaanu ka mid yihi nahyina kuma soo aroorin. Laakiin iqcaa oo shaydaankii nahyigu ku soo arooray waa inaad barida intaad dhulka saa u dhigto nahyigeenu soo maray intaad barida saa dhulka dhigto cagahana waa inaad saa u taagtaa cagaha labadaada lugood jilbaab dabadna gacmahana aa shaytaan ilaa hadda kursi baan ku fadhiyaa isagaa dib ii celiyey hadda salkaan dhulka ku hayaa labadaydii cirboodna dhulkaan dhigay gacmihiina saa sida eyga ka iqcaaul kalb ama iqcaagan kale qofku uu sidaa ugu fadhiisanayo baridiisa uu saa barida ugu fadhiisanayo waa sunnada nebiga ka mid tahay sallallahu alayhi wasallam sunnada nebiga
التحيات كده حان أو بدن كدنبنا حتى واتسبين كرتها واتسبين كرتها لكن كي هرنا واسدنا واني جاي جوجلي لوكتينا وان جوجلي منا وان تاجي أو يد در لوكات كفر سنة سه تودن بيسانا وينارك دونا يد بدي دار لوكلا دجا لوكتن خلانا لوكت يا لجوه دسيا مرك فردي هذا سنة النبي واقوى ويه مرك صدق فردي بس سنة سن لما فردي أو لما ذا تحيات ودح حياة لما ذا سجود يا تحيات كده حياة أو مدوح ويا كأنه مكسوم مرة النبي يقول إنه لوكت مدكتة محمد الله لوكت بده ذا النبي يقول إنتو مرت إنتو جوجلو إنه يده كفر دي سنجري تكلنا تاجي شري كو يا ألق عابين السجتين إنه لبده سجود ده حلو ده سنة وكله كفر دي سنجري لبده عرباض وكفر دي سنجري والله بس سنة سنة ده ودم بيسنا ونروح كده نتحيات كده ودم بيسو بدي ده أيه الله فدي بدي ده روكلا دجا لوكتنا حق هو سال لقيت سيا تكلنا روكلا دجا ونروح كده إن شاء الله وكان أحيانا يق مرت يق إيه مرت يعني عربوه كفر دي سنجري ينتسبه وتاجي شري على عقبيه سوى الله بدي عربات كفر دي سنة يب عربات تاجي شري يو صدور قدميه لبضة فريه سنة لبضة فريه دمدنا لو كوساو قبنت شري مركزه يعني حاجة قبل يسوي جديدنا يا بوسلا وتشبين شري ده كعلوسي هذا علوسي ما سمعين كران قف قف كم ميزان علوسي هاي ويكو علاقة هاي وجوب طمانينا إن يواجب تهاي إن الواحد سلو بين السجتين لابد استجود الحيوذة فرقة قد حيا والواحد سلايا وأنا فرق نجي شنادو حاجة حسنلون ده وفرق نجي شناد حاجة كلنا وفرق نجي سديدات سيدة يشان صدح يتمر من بين مرينا مرك الضمانين هذا التريو وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم يطمع إنه متكو حسلة أي وكو حسلة شري لبس جدود فرد جود حياة حتى يرجع إلى ولابته كل عظم من كل عظم من لفك استعباء كل لابته إلى موضعه مشي لو ترجع لي وكان الرسول كوه صلى الله عليه وسلم يطمع إنه متكو حسلة فرد جايكو حسلة شري حتى يرجع إلى ولافته كل عدد من لفك استابة إلى موضعه موضع لو ترجع لي إلى لف البال كده كل لفته حاجة فرقة بوكو حسيل جري وأمر وأمر بذلك إن فرقة لو حسيلنا مصيئة كيخ حميي صلاة وصلاة ديسة خلاد بن رافع صحابي قاس أيو أمر يوحولي يعني صدا يلبو يلي وقال وحكول الله خلاد نبي وحكول صلى الله عليه وسلم لا تتم رميس سلم ميسو صلاة وصلاة أما لا تتم صلاة أحدكم متكين سلادي سر لما يستر من ميسو حتى يفعله وسمايو ذلك عارن كان صو حسره وحسره وهي حديث كان أبي داود حاكم باوري حديث كان وأنا حاكم نو تسيحي إمام ذهبنا وكوافقي وكان نبي جوحه صلى الله عليه وسلم يطيلها مد ريا أيها سلادة وكان النبي جوحها يطيلها مد ريا يعني فرق الله بذا أرد حي سجود وكان النبي جوحها يطيلها فرق على بذل سجود حية ودورين شري حتى يتكون آياته غريبا مد كله من سجته سجود يعني سجود يسا انت ان لك انت سجود سنية هاي ان لك بول لبادر مارتي سجودات نود حيسين شري وسجود مركة قاركو ديني بيقول انت سجود سنان شري وقرانا سان قراءة سوح لك امر كوع سوح لك وقراءة سن لك بول نبو سجود سنان شري وكان يدولها وديرين شري فرق على بذل سجود حية حتى يتكون وهذا قريما مد كدو من سجده سجودي صلى الله عليه وسلم بخاري مسبح يسكوري وأحيانا مركة قارك كنا النبي صلى الله عليه وسلم يمكث ونجان شري فرق على بذل سجود حية بكون نجان شري حتى يقول إلا ويراه القائل كي يري قد نسي أرتلمي إلا وي تلو النبي يقول إنه سجودي لبعض كن نقضه ولكن سجودي وركسه كعية ما سجودي هرين تلو تحيات قبلها إلا غف ويراه ودارين شري حتى يقول ويراه القائل كي يري إلا ويراه قد نسي ترمي إلا وي محو سجودي لبعض قول لها بواي هاي بخاري مسلم بحديث كوري وعيري ابن قيم الجوزي حقه سقري قال ابن قيم هذه سنة تركها الناس من بعد محمد انقراض عصر الصحابة والسنة اللي تقيبوا صحابة دمرك يدبر قوان يعني هي وأما من حكم مرت وأما من حكم مرت السنة ولم يلتفت إلى ما خالف مرت إلى ما خالفها فإنه لا يعبو ب
بما خالف هذا الهدي قفك يسقوا السنة مرت اسكو حكمة أو يسقوا لي مادة حبك ما خصيان عد خلاف في السنة الدنيا مراتورة كبلاء هدي يقول راعية مرك يعني إن سنة لفرد جود حيا لبعض السجود لديرين كرو إن لديرين كرو صحابه ديرين شرين نبي قلنا وديرين شرين لا ليس رات الميو إلا ويبا أي حديث كت المامية وكان النبي الأذكار أذكارتي حسكي ويه بين السجتين لبعض السجود مرك وقفك السجود كسوق عين والسجود لبعض كنا قن ولا دعاء استه وذكر بخ صور وري ذكر جام حاكم ده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحورن شري في هذه الجلسة جلسة نودا حيسا لبدا جلسة نودا حيسا لبدا سجودات نبيو أو فريسان يو حورن شري اللهم إلهي وفي لفت اللهم اغفر لي وفي لفت لفت كنا وحها رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وهادني وعافني وارزقني انت سورن شري نبي صلى الله عليه وسلم اللهم إلهي أما أي رب اغفر لي إلهو إدن بداف وارحمني إلهو إن حريصو واجبرني إلهو إكب يعني مركو قفو دباتي قادة الله وكباه رقاليه إيسا قلبي إيسا إيمان كيسا داو عيسا وحيد بيسا قادة الله وكباه واجبرني إلهو إكب وارفعني إلهو إكريا وهديني إلهو إحنوني وعافني إلهو مرتي عفي دمك إلهو إعافي وارزقني إلهو أرساقي يحمرتي أرساق حلاله مرتي واسع أي سي ساس برنشي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وهادني وعافني وارزقني مرتي حديث كان وحصوص عري أبي داود الترمذي بن ماجي حاكم وحد سيح قلت تلمامي حاكم إمام ذهب نوكو وافقي وطارة مرك قاركونا يقول النبي وحو ننجري وكوع الانجري رب اغفر لي رب اغفر لي بكوع الانجري يعني وافرق اوضح يلا بس جدود رب اغفر لي رب اغفر لي بكوع الانجري ابن ما جاء يا سنة حسنة كسوة صاري امام احمد بانا امارتي كو عمل فليس النضاء صدح جربان ويلي اسحاق من الرواوي والقوع ليا وكو هدو دوننا هل مربورنا لان كلاهما يذكران عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدين إن هالمرة لا يراهذو يين لبا شر لا يراهذو يين سدح شر لا يراهذو أبو أصوانت نبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد بان خصوص هاري مسايشيس يي إسحاق بن الراوي وعي يري وكان يقول وحو رنجري صلى الله عليه وسلم وكان يقول هما كلمة مارتي وحو رنجري في سلاة الليل سلاة الليشة بو رنجري لبادن با labadan ducayn soo maray markii salaatulaysh tukanayna fadhiga labada sujuud u dhaxeeyso waajib kaba wulee iman jiray buu salaatulayshana iman jiray oo toore waxay ahayd allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahadini wa'afini warzuqni ama in wuquf ku celiyo hada ta ay ku adagtay dheerinaad xifdada allahumma ighfirli allahumma ighfirli allahumma ighfirli ya tukal aliso saswi ama rabbi ighfirli rabbi ighfirli رب اغفر لي صدح جارك ويران إن أترى هذا يعني صدح جارك وبدان أما الله بجر محل وايه وكان يقول ما الله بدان دعبه أي نصور دافني في سلاة الليل سلاة ليش أي نبي كد عيسى جري صلى الله عليه وسلم ثم كان النبي مركو وأنا فردقي ولي لبدا تحياد ودحي لبدا سجودة ودحي لبدا سجودة فردق ودحي ثم كان النبي يكبر الله أكبر بورن جري هو يسجد سجود جري السجدة سجودي الثانية اللباد سجود اللباد ورنجي تضواد أهيد لقولنا ما يصير إلا بس سجود وسكروني أي سجود جري واكو وأمر وأمره بذلك أرنت أصنع المصي أكيح مي سلاة وسلاة ديسة فقال له حني بكويري بعد أن أمره مركي وأمري بالإدمنان إنه كحصله إنه سجود كحصله بين السجتين فرق اللي بس سجود الحياة مركو أمري نبي يقول إنك إنه كحصله كما سبق سين هروسا أرجني بني بوحو كورن شري ثم تقول وحضرنا إنسا مرك تفرجي كحسيشو ثم تقول وحضرنا إنسا مرك لبعض دوس سجودي كنا قنايا الله أكبر بعضنا إنسا ثم تسجد وسجود إنسا سجودي لبعض حتى يتطمئن إلا أي كحسيشو مفاصلك كلا جويسي دا دورمي أدب غسي جدا وارن
عبد الله حسنو دادكو شر بيدوني يعني يا حمان يا منكر يا مصيبه يا مارتي يا مارتي هلك بيكو سوين دادكو آد يا آد بي مارتي يعني وحا ما انت لقفة ايدي سنيو وقفوا لبا عالم نقون كرو وقفوا لبا جامعات قلي كرو وقفوا لبا وحكا سبران كرو وحا إبليس كو كسي جيدي وحا يكود جران هاس يا موزيك يا مصيبو يا هلاك يا العند يا إسعايد يا قبيل يا فردك الدر يا دين لآن يا إلحاد يا علم عي يا حقن عيب يعني نعموين كيلا هاي أوسيي وحي كقادين إني ألك كفوق هذا والعياذ بالله يعني ووح لياب لي وارون آد بدو لياب سي يعني دادكو معنا قفكو ما بجوغي كربا مركا وارك الشيخ ميل مارتي لايف كجيرا بيك وكعرية كأنما إن دب محانكو لدى أي عقا كقبصدين إيمان يأود وماله إنو إن ير إلهي مارتي ذكر جيسا بيجيستو وحا آخر لغا شيغيو يو واحد دون كل شيء يجي وانا اجا never never ما انتو دن هدو صدن ساعة دوت كجرو حما انتو يو هاس يو موزيك يو ناقاون يو محانكو لذا قبلو يسي سوق قاوية يو مصيبو يو هلاك يعني كدالي مايو ما كدالي يو never اندي يسو كدالي مايان دقوه كدالي مايان قلبه كدالي مايو يعني ما كدالي يو والعياذ بالله لأن الشيطان با كجره إن جي إن الشيطان يجري أحدهم مجري دم ليجي سوق شراء مر الله لا مر كيف مسكت فوق جنية كعرر والعياذ بالله إلا وقت جو كدعه إلا وقت جو كدعه وما ود كسوق قالوا مر دي وقت جو كدعه أنا وافنش قفك وحلا لا مرت وحلا 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 لا صح حسابنا يا عد وحب بدنا وحب بدنا والله هو والله يا بقى دت كي إنه مر كيف مكان يعني هي فيسبوك هي سوشيال ميديا هي يعني وحياه معجزه وحكم اذا قفكم مركو غيريودو اي تعسي اركان وحيرانيان الهي هون حرستو لكن تعسيدا ددكم ما انت او غايو اي بري غايو سا دبا غايو قف اي او زيادينيسو ور قف كان غاي اي هدا كاهري من نارتو كجرا مس جنده قف كفكر يا كما جرو واحد دا قف كستابا هدا بلو فيرسو ودلا مريو وان واحد دباتا الهين اني ددكو مارتي واركان وحانا دحي كرتا ددك انو مانتا اسينو ان بدن او كميدي مركا لو ايغو عربتود waxay hayd bal qof kasto geeriyooda facebook kiisa ama instagram kiisa ama qofkaasi wuxuu ka shaqeyn jiray balu fiirso balu fiirso markiiba adigaagan oo adduunka jooga ba kala garanaya لبدا قف ماشي ميدو البو قفتي مركي بود فهمسا الله قف كان قف في عنبوها يسقوني سقيني إنه لمن دانه بعد فعل كيسة فيسبوك يسق كرنسا قف ك مركي بالله بقينا راد كيسة هذا دون مال كله بعدين جس فيسبوك يسق قال هذا النحية سبحان الله سبحان الله ورمحوك شقين شري وحلال وحي وقوري جري أو دن النفاقها با إساقو آخرة كجرة يعني مرخاتي النقنايا وحوكا شقين جري مرخا قفكو انتو نولي هاي ما انتا مرخاتي معنا وح ومن علامات ساعة ومن علامات ساعة نبيقو علامات ساعة دا وركاسو دن عبدالله ايا يحسوسي يعني مارت وحلا يابله عبدالله حسن با يحسوسي معنا نبيقو حي نوشي صلى الله عليه وسلم علامات كساعدة يرير انتان ساعدة علامات كووين لقارين وحكم ده قفك أهل النار كاي قفك أهل الجنة ده الدون كالو كالقران دونا إنكو الدون كجوغنا بادتكو وحي مرق وضفري دونا ورواكي أهل النار كاها وقفك أهل الجنة ده لأن واقي هوري دادكو أعماشو ده حمانتا يا سماوة لسفورة دواء دادكو حمانتا way qarsan jiray samantana wala mujisan jiray dadku markay yani mar walba martay may muuqan jirin dadka laga maarka gix jirin laakiin maanta dadku seetadii bay martay iska fura marka wixii ahlu khayra oo tira yara
إلهي سبحانه وتعالى يعني مرت أتكيسب الصينية أتكيسب الصينية. لذلك قفك ما أنت قفك حن يعني مرت فيسبوك يسات كجرانس لايف جوجل أيه وحكو هذا لايو حشود الردة بني آدم كحشون مايو قال هذا كحشون مايو مسلمين تكحشون مايو والدك كحشون مايو قرابتي سكحشون مايو أصحابتي سكحشون مايو يعني يعني وشر وأهل الشر تدك وده وشبدين أهل الشرك والعياذ بالله. وهذا سنين حتى يعني هي صار قال لايف أو within one hour كنتم كل أو قف أي مارتي لكتشر كيسي لكستين وحكا الله يانا هل خيركم أجلو قبل قاوم بسوق لسي فيسبوك within one hour أما within one day وحاك سيدو إداوذين بقول إيا تدوبات تنكون أوقف هدي دادك جانك سال الله شيئنا مدقي سنين لأنه حاك سال الشيطان والعياذ بالله إن من علامات ساعتها نبي قوي حيري ساعدو دعي ميسو إلا ننكو حاسكي سينتو كتاقو مركو كسو نقضو وقادو وحي مارتي قدا شي أي سميسي والعياذ بالله يعني ميان مانتق أدر كينين نين با محانكو لدا وحو فرانا يا ميولي حاسكي سيستماش وردن وحو قلي يا يعني مارتي إنستغرام تيدي بوغانيا إسلام تشات كيدي بوغانيا إدى إلا هذا الشيء يوحى يتري يوحى سميسي أو دن بوغانيا والعياذ بالله وحى إيمان دونا نبي قوحو لحادي استقار سيحة ساعدو دع ميسو إلا ننكو وقادو حاس كيسو مركو كسو الله بتو بوددا حاس كيسو وحيي سميسي يعني قلب يعني تكنولوجيدو هير كسي قاردو انتا والعياذ بالله تكنولوجيا waxay gaar doontaa in la isticmaalo waxyaabo qofku uu ogaado ilaa tiknoolajiyadii AGV qofku inuu qabo gurigiisa iska qaadaya in ay gabadhu uur leedahay gurigeeda iska qaadsan ninkii uu ka qaadi kara maarta laakiin taa uurka ayunba hadii gabadhani nin kale uu taabtay aalad uu koogan yahay uu soo baxaysa wama mar qaadin jirtaa basurta gala arkay gabadh Thailand nin maxkamad lagu saaray قبل يربو قبي مكاسة وكشكي دهنا كاميرا خفية كاميرا خفية بو مالين والبا مريه هيدا اما بورسة هيدا اما ايكو ركيب شري ميال كستو يمرتو يعيد كستو يلتكتو وداون شري وركور قرين شري مالين تدامو محكمة دكي إسا قبال الحراء بحلي ميلا هيباتا دكي يا كوبا نيي انا تقف نول وبرايفة سيلة انا إلا هير كامارت راعضو والعياذ بالله مركا معناها وآخر زمن وحن قال لنا دادكو حمان تسيولو صوبان بحين يساني وناق الرمين ويعني وكلا صوعي وكلا صوعي دادكو وحي ير 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 با خيرك صوحرية والعياذ بالله والعياذ بالله نبي قوي حرسال الله سلام وكان النبي قوي صلى الله سلام وكان صلى الله ثم تقول وحضرنا سامور المركة سجودي سمر لباد الله أكبر ثم تسجد واسجدودي حتى تضمين لا يحسشو مفاصلك حبناها جيوردمي ميشودي أي كحسلان سجودي ثم فعل السماء ذلك أبو النبي كوري في صلاتك صلاة هذا كلها دمانت أفرترك عضوض معناها أفرترك عضوض با مركز كصدرك أدر يعني هي سجود أوت فريستو مر لبعض فرديجي أنت الله أكبر ترى هذا سجود دبنا كحسل صلاة هذا نرسل السماء هذا يسد حتى يدي أفرتي يدي لبتهبا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع كربه قال جري يديه لبيس قعمود مع هذا التكبير سيدنا صلى الله عليه وسلم أفر من رتبة تكبيرته قعمة سر الله قيدا كوم مركز حرنا يسوع مركز ركوع يسوع مركز لقسو كعي ركوع ذي مركز التحيات كان حلا كعي أفر لكن سدح ميراضه أنا نبي جو دائم يشري لكن مر لي من شري أي نشاجنا ومحاكم دها مركز نبي جو ركوع لقسو كعي اللي تسوى لازم سما سمع الله ونحمد ربنا ولك الحمد سما حمدا كثيرا دائما مالك مركو دعاء اخر يو اي وسير سجوديو بو هدانا قعما مر لبات سرو قالجين وين صومر مركو سجودو اي سجودو او كسو كعنا اي والله اكبر يرا هذا فدغ سجودو سو غادنا مر لبات مر مربو قعما سرو قالجين
ولبا مركا وفردجي كان نقنا يو ايه وسجودي لبات كنا نقنا ينا ايه والله اكبر ينا مركا قاركود ما ها مركزتا بوقع باسر وقال شري صدح تير بين هلكا كوكوينا واي احيانا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع سمين شري في هذه السجدة سجودا مثل ما صنع وحده سميي في الأولى سجودي هرد إلى سبحان ربي الأعلى وبحمده صدح جار يود عوين كي كلا اللهم مارتي اللهم لك مارتي ملك سجدت وبك آمنت مارتي وإليك أسلمت دعوين كي أقرن يسار أفراب الناين صاخرين أي سجود آخرين جري سجود اللبات اللهم إني أسألك مارتي اللهم اجعل نورا مارتي في قلبي وفي لساني وفي سمعي وفي بصري ونجي سومر الله مستعان وفي أمامي وفي محمد مارتي في مارتي يعني مارتي أمامي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي وعن يميني وعن شمالي واجعل لي نورا مارتي وعدم لي نورا واجعل لي نورا نبي دعوينكم خلينا نشري كم صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع سمنجر في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى وحي سميي ثم يرفع رأسه مدح السروق الشريم مكبرا مركز سجود لا دم يسوى الله أكبر وأمر بذلك وأمر مصيا صلاة كيس صلاة سخلد صلى الله عليه وسلم فقال له حكولي نبي بعد أن أمره مركي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجد سجودي الثاني الله بعد كما مر السنين صامرتي نبي حكولي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع وكرق مرتي ثم يرفع وصوق هذا يا رأس ومدحيسة بسجود اللوات كصوق هذا يا يو فيكبر الله أكبر برنايا وقال له حكولي وقال حكولي له نين كان نبي صلى الله عليه وسلم ثم اصنع سماء وانك سلادي سحمي يبري نبي ثم اصنع سماء ذلك أرنك في كل رقعة رقعة كسا سماء ومرتي وسجد سجود كسا سماء فإذا فعلت هذا سماء ذلك أرنك فقد تمت وإنما يسرنت سلاتك سلاة دادي وين مرتي وين أنقصت هداد كان نقصاميسو منه سلاة دادا شيئا شيء انتي أنكو صبري إلغو شيء هداد وحكا نسخاميسانا أنقصت واد كان نسخاميسي من سلاتك سلاة دادي باد كان نسخاميسيو أجر كيبا كايران يبو النبي قولي صلى الله عليه وسلم حيث كان أحمدي تلميذ باوريي تلميذنا وصيح بحيث كولي الله مستعان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعو كر قادي شري يديه اللي بدي سكع عمودنا أحيانا مركا قاركود أو أفر تيشيري لازم قاهيد كو مركا تحرانا يسو إيا مركا تركوع عيسى اللبا إيا مركا تركوع لكسوك عيسى صدح إيا مركا تحيات كالحكاك عيسى سوا أفر ماهين لكن محان لازم هين مركا سجود دوك عيسين أدقع ما سروق عدو كو مركا سجود دوكوات كسوك عدو تفردقا إن أدقع ما سروق عدو اللبا لازم ماهين لكن مركا قاركود بسوين شري إن مركا ركوع ده فردقي لباد أدكان نقون يسو إي سجودي لباد كون نقون يسانا إن نبقو مركا قعما سرو قادو باسو نايد واسده وايهي سجود ده مركا تكسو نقون يسو إنتانا أما تحيات كي وفريسان هدو تحيات شلو أما آني ركعدي لباد آنا ترابين إنا تسرو قادو سجود ده تكسو كعيسو نبقو مركا قادو أحيانا محورن شري الله أكبرتا قعمو أيو رفعين شري ومر أفراد وكالي ولكن أن مرول بقى هين يعني مرك قارك هدو سمين جري مرك قارك هدو ثم مرت يرفع رأسه فيكبر وقال له حرن جري وكان يرفع وكر قال جري يديه اللي بيسك عمد أحيانا مرك سجود اللوات كسوك عنا وياي صلى الله عليه وسلم أبو عواني أبي داود بقى لبس نظر سيحين كوري وقال بهذا الرفع أنا إمام أحمد يا مالكي الشافعي أيا مرتي أيا سوي رواية مرتي كسوغن إمام مالكي الشافعي أو مرتي ولبا روايته سقديم كا مركو جوج العراق شيخ وياي وح شيخه يلا الله مستعان جلسة الاستراحة جلسة إلى هذا باكرته جلسة الراحة يسقى جلسة الاستراحة معناه دوام حي اللي صلاة الروني جي وحين سومر إن الروني سديدات أمر الروني جي صدحية طمنات وصدق فقهاء وترسم دوني إن يعني سدا كتاب كفقه أود قتان إن أنا حد سخري هيا مرت يعني س علماء النصوص تيكا قاطف مرت أركانها بندوني نسي سيدين فانسيو هدي إنه مركز صوت يرند ضماني ندى حسيلوني دي روني هدي لسكتريو روني استاد من مرينا روني كواد و
وصلاة الله كعكو لنييو واد نييسي كو وانا تستاكت اللبع وارونيقي اللبع صلاة دي باد حرطو تكبر الحرام بادلت من صدح فاتحة دي باد اخر دي افر واد ركوع دي الشن ركوع دي باد كسوك عدي اللح واد سجود دي تضبع سجود دي باد كسوك عدو فردي دي باد فردي ستي واد سيديد ركوني الكاس سيديد دي ركوني علماء دو حداد روني والبكو حاسي شو إمام النووي من هاجك سيديد دي سنبو كتري لأن روني والبو محالة صعودة إنا الحاسي شو تاقني دي باد كو حاسي شكو ركوع دي باد كو حاسي شي اللابا كسوك عيد دي باد كو حاسي شي سدح سجود دي باد كو حاسي شي أفر واحد كو حاسي شي فردي قيل لبس جودو الحي شان شان تا حاسي لوني هدي أركانتي للرعي وسديدون هدي قار لو تريانو علماء قار بيو تريانو سديد هوريا شان يسوقي سادة حية تمر رقني بعد مريسا سادة حية تمر رقني بعد مريسا حد بس سادة حية تمر كار رقني مرينو مركا وسجود اللبات كسوك عقف نبي جوا حكى سجود سجودا هرو كم بودي شرين أي مركا سجود اللبات وكسوك عينتان ولي رجع عدي اللبات وكعين سيدي فرديجي اللبات تحيادو بحيي بو فردي سنجرين نبو سجود بو كسوك عين ما بودي شرين لكن مو سمين شري سيدي اللبات فرديجي ودحيي اللبات سجودا دو كله بو آير فردي سنجري كدي من مركو قدر سكنه تبان سكن لا باتن سكن فرديو بو كي اتشري جلسة دا محل هذا ولا جلسة استراحة أي مدى كو عمل فرشينا إمام الشافعي يا أي مدى أهل الحديث كمدى حتى حنابلة إمام أهل السنة إمام ابن أحمد بن حنبل كو عمل فرشينا لكن حديث السياحين كي سنة كي كو يلا وأنا صحيح مدى كو الشافعي مذاهب أهل الحديث كي يكمدي مركة جلسة سالقة ورمية جلسة الاستراحة ثم النبي صلى الله عليه وسلم يستوي مركو سجود اللبات كسوكعو يستوي وإي كان جري قاعدا انتانو بودين ورقع دي اللباتو كعين هورتا السلك أيو ديك جري يستوي وإي كان جري قاعدا فردي بوكو إي كان جري واكو على رجليه إساقو كفرديا لوكتي ساليو سرابده واكو معتدي لن إساقو مارتي يعني توسنادة معنى لوكتا بدح بوكو فرديسين جري سيدي دات حياد سيدي فردي قيل لبس جدو دحييبة لوكتا بدح نبقو فرديسين جري واكو حتى ايو يرجع اي قشو اما اللابطو كل عد من لفك استابة الى موضعه ماشي اللوغو تلقى لي فردقة مارك الله فلي بهال كيدي كو حاسشو بودو ادنا اير كي اجري او كي اجري رقع دي اللابات حديث كان وحصو ساري امام بخاري ابي داود وهذا الجلوس بشيخو لي فردقا يعرف وحالو يقانا عند الفقه علماء الفقه هذا اكتو دو حالو يقانا جلسة الاستراحة فردقي راحة أي الله يلا هذا وقد قال به إمام الشافعي إمام الشافعي باكو عمل فلي وعن أحمد نحوه كما في التحقيق أحمد روايات كقارب على قصور الري وهو أحرى به تاسانا مدنبول رواية دا إمام أحمد لو تيري لما عرف عنه صببتي لو يقاني ما بوجود داري شري مارتي لو يقاني عن الحرس إنو انت بدن كد دالو على اتباع السنة السنة النبي إنو الراعو التي لا معارض لها سنة دي أمح معارض لها سايحة إمام لكن ماذا بكيسة يا إمام دي سي قول كيسة مشهور كاي إمام أحمد لقى مورين مسألة ده كو عمل فالكي ده لكن دي النبي كسو قانتا أي ماذا كو عمل فالشي ماذا بكو ده كو قرتينا إمام الشافعي باكا ميدا مارتي إلهي مارتي إلهي مارتي هابركي ويقول يلي مرك الاعتماد إن لا أسكده على اليدين اللي وضع قعمود في النهوض مرك الله كعايو إلى الركعة الثانية إلى ركعة لو أدبين مرنا الله كعيا مرك الله بدا مرك الله بدا ركعة لو أدبين الله كعيو مجا عمها أضوها يستبعد سك كعيسة مسج عمها عسكنا يسايو بقولك أنت تجمعها دقة تبعد أيده هنقانيسة ما يوحويان لو بدا جمعود بالله عسكنا يا اعتماده على اليدين في النهوض مرك الله كعيو إلى ركعة ركعة لو أدبين مرك الله كعيو وين تجمعها عسكتها ثم كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ينهض واهن قنشري معتمدا يسوى عسكنايا على الأرض بلوك عسكنايا محوك عجري إلى ركعة الثانية ركعة اللبات بالنبي كعجري صلى الله عليه وسلم
حديث كان وحصا صار إمام الشافعي يا بخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها يعجن وكان النبي يقولها صلى الله عليه وسلم يعجن يعني هي مركو كعاية ملك ومرت عسكنا أيه تعجين بسميجري في الصلاة صلاة عجين كعلى قبله إنه مركا أي سمينا يا ما شاء الله يقنا شباتك ديك ويا عجيمان ها مرت ما شاء الله يقنا تغض ولا عجيمان مركي النبي يقول حلو جدا يعني أساسه فرد بدوينشر يعني تفرد ضبطه بعسكنشر بعسكنشر الملك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن أنتو صار فرد ضبطه بكوك عشر قعمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مركا ساسوي النبي يقول حسين شري وكان صلى الله عليه وسلم يعجن ومرت فرد أنتو فرد ضبطه بوفي صلاة صلاة كوك عشر سوى عسكنايا يعتمد يسوى أسكنا على يديه لبيس قعمود إذا قام مركو كعاية النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان رواه أبو إسحاق الحربي بسنن سالح بكوري ومعناه عند البهقي بسنن سالح بكوري بهقي نفسه صاري وأما حديث كشيقاية كان يقوم كأنه سهم إن النبي بوضي شريس دي اللابك ولا يعتمد على يديه لبيس قعمود معسكين شرين حديث كشيقاية فموضوع وحديث بادلة النبي أنا كما سقنا وكلما في معناه حديث كستو شيء جاي إنه لو يدق بسنتري يعني نقول كأسكنتري مركو كعينة ضعيف ويا الله يصح ما نصحن وقد بينت ذلك في ضعيفة كتاب كالراس رسالة حديث ضعيفة بان شيخ وكنت خريج يبودي حديث كعشان بقولي اللي بيه لحنا يسقال بقولي الله تاني يسقال بقولي سديدي لحنا أيام كنت خريج يبودي وقد أشكل على أحد الفضلاء أحد كم دق علماء وهو هنا فضل قاله با أرنتني أي مروج لسي لإسناد محان كره مرت لإسناد مرت سند كل الحربي شيخ خلي هذا حرب يعني إن ونبيه قعمها مرت أسكن شري يجو ولابي أي مرت فوضح ذلك ونعدي يبور ذلك أرنكا في كتابي كتاب كي جايان كعدي تمام منه يعني كتاب لا تمام منه في تعليق على فقه السنة كتاب كفقه السنة سيد سابق علامة الألباني مجلد كيسة كواد أو تخريجيه بان كوشي يقولي فراجعه كنغو فإنه مهم أردت أسوى مهمة مركا نبيقو يعني علماء دو يسكو خلاف سيهين ما قعمها العسكنة يا مثال العسكن ماي مركا آيما بادن باوحي كنتا ينان قعمها العسكنين لكن حديثة كسوها رطي أردن قعمها ينان العسكنة هين وضعيف وشيخ ولي شيخ الألباني مارتي ومحدث ويهي مركا إن قعمها العسكنة أو لبا مارتي تعجين لصمين أيو قعمها أنت أنت الله ضوبة مرتي صدا مرتي الله جوهن قنايو أيها السجن أساس بسوي وياي وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا نهض مركو هنقضه في الرقعة الثانية رقعة اللباد مركو هنقضه استفتح النبي يقول حكوف الفرنجر رقعة اللباد بالحمد لله الحمد لله رب العالمين بواخرين جري أو لم يسكت مع مسنجرين معناها إلى رقعة دي كواد وصاح لي النبي يقول عبار باموس ومحاء مسلمان تأخرين جري استفتاح وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ما أنا مشركين إن صلاتي ونصكي ومحيي ومات لكن هل كان رقعد الله بعد ديل مرتي الآخرين ما يدعو دعاء استفتاحها الآخرين ما يدعو لذلك محمد مركب بلا بجري مركب وح بلا بجري وقراءة فاتحة آخره بس إنك هوس بوجي جري فاتحة أنا كرب وقال جري مركا استفتح وح كفر فرن جري بالحمد لله سورة الحمد ولم يسكت من أمس جرين لأن وحلاقة مصو استفتاحها وسجن بين شرين بقى إلى ورق عدي لبعض حديث كان وحصص عليه ما مسلميو أبو عوان والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه سكوت لقمارتي لقراءة الدعاء الاستفتاح يعني رق عدي كواد ما دام استفتاح لآخرين جري هل كان استفتاح إلا آخرين ما يبوج هذا ساسوي وفلا يشمل السكوت لقراءة مارتي استعادة إنه شيدان كيس كان أري شري أنت نديدي ميس لأن مركز القرآن كالآخر أيه نبي يقول القرآن كمركز آخذان فاستعد بالله إلهي كم غنقر شيطانك لذلك شيطانك أنا دي سر الله قادم أيه مركز ورك عدد لبعض وقعه حرون شري هوسك ورن شري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما أعوذ بالله سميع من الشيطان الرجيم أما أعوذ بالله سميع العليم من نفقه ونفثه أمارت أيو آخرين جري واكو فلا يشمل أمارت مركز سداس بوجه ده يعني استفتاح مسامين جري ويهي سدار راجح إساس ويهي وايه او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وحو سمين جري في هذه الرقعه رقعه اللباده وكعي وحو كسمين جري مثل ما وحي
يصنع سمين جري في الأولى تيهوري وما حي كواد محو سمين جري دي مركو الشيطان كسكنا عريب بسين كوستا كاخر فاتحد واخر جري ده أن قراءة مارتي قرآن مارتي ما تيسر أي نبغو آخر جري صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان وحوها نبغو إلا أنه نبغو كان وحوها يجعلها متكي يلرك عدا أقصر متكي قابا من الأولى تيهوري كما سبق يعني رقعدة خورة باك قراءة ديريت رقعدة لباد رقعدة خورة أياك قراءة ديريت رقعدة لباد يتشهرقها كما سبق وياي وجوب قراءة الفاتحة في كل رقعة هل كان الشيخ وحقودة قليا إلي رقعدي وينو صومر رقعدة لباد أركان تيدي هورة إنو كسو كسو ديرقن هل كان بينو كسو ديرقن هذا بوحو إنو شيخ يا رقعدة لباد اللي هو دوبليكيت تي هورة وحي إلا سميني يي أيون بالله صمينا يا مركا لقيمة دي استفتاح مركا وحا واجبة قراءة فاتحة دينا وواجب رقعة دلوا في كل رقعة رقعة دمانتد وقدام روو أمر النبو المسيئة كي حميي وامارته خلاد من الرافع سلاته نكي سلات دي سحميي النبو قوو أمر يو بقراءة الفاتحة إنو فاتحة دا أخر يو رقعة كستا في كل رقعة رقعة دمانتد النبو بره صلى الله عليه وسلم حيث قال ميلو يلي له نكا ونبو كيلي بعد أن أمره مركيو أمري بقراءتها قراءة فاتحة في الركعة الأولى أي مر لبعض مركو سو قاري اللي وبري ركعة دي لبعض مركو سو قاري نوحي لي إذا فاتحة دي بدأ خريسا ما دام ركعة كستلا أخرية أبي داود يا أحمد باكوري سند قوية ثم فعل بون نبي قولي ثم فعل سماء ذلك كاسم يبولي في سلاتك سلات هذا كلها ساكو سماء أي نبي قولي سيد بخاري مسمى يسو صاري وفي رواية روايتنا في كل ركعة رقعت كستسلا فاتحة عن كوبر رقعت كواد وآخر بكور النبي صلى الله عليه وسلم أحمد باب سند جيد كوري وقال النبي وحكولي في كل رقعة رقعت كستانا في كل رقعة قراءة قراءة إلى هذا هي آخر بكوري ابن ماجي ابن حبان باوري صحيح أحمد نووري في مسائل ابن هاني بكوري وجابر نوحولي من صلى رقعة لم يقرأ فيها بيوم القرآن نينك أن يعني قرآن ككو آخرين يعني أم القرآن بأم القرآن من كان فاتحة رقعات كستكو آخرين فلم يسلي سلاد متكن إلا وراء الإمام قف إمام إساقو لمو يعني لأن مثبك أئمدا سلادها الجهرقة هدو إمام فاتحة آخريو ملالا آخريه يا مركة إساقو كام سوما كقارسينيسا سيدا إمدا شافعيد وأي قبان مساء سيدا أحنافتا إيا أي مكالي أي قبان إمام كقرادي سا إمام كوة ومسألة خلافية حيث كسور أورن تنوى صحيح مسألة ليسكو عن أن تنم معها لكن ماذا بكنا شافعية وحويان أو إسنا ماذا بك علماء مارت أهل السلف كمارت السلفية ذا كم ذا مسألة أنا آدي هذا وحوق بدن سدى أي ماذا كلام يحوق بدن يهين مسألة يعني مارت لبدا الدليل هذا لبدا قلوك صار أرتبة آد بيحوق بدن لأن النبي قال يري مارت متكين قداشين يقرأ أخرية قالوا نعم هالصينين من نبود إلا بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب كما هي واحدة يعني مركة إمام ليه هي واحدة بها أخرين حايا لي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نقول صلاة وما صبنا عنين نمان فاتحة أخرين فاتحة أخرين لكن قرآن كليك قدر شيء أما أي مدها كتب أخرين من نقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحو شيخ يري مركة التشهد الأول التشهد كامين هل كاهين وجوه عاوه هل كان تشهد كاس بين هبين دبكة بلا بين نابرتي سايس كي تشوفه ويودير يه تشهدك تشهد كي تحريك ولا أسبوع في تشهد هبين دبين آخرين دو نبي إن الله المولى مرتي سنة دبرتا وصلاة دين دبرتا وإيه الكين مرتي ساعة هو آخر دان وعروتي إن صلاة دو برتان برتا وما أنت يوتيوب ك وحن عاو آخر يوردن صفة صلاة النبي يوتيوب ك جلسان بس صلاة دي دو الله تطبيقنا يو يعني سدي اللي سوت هاجي يا سدي الله رفعنا يا مرتي سدي الصلاة الله حرنا يا سدي الله ركوع يا سير ركوع الله جسوك يا سدي الله سجود يا سدي سجود الله جسوك يا سدي فرد قلبه سجود وده حيا الله سمعنا يا سدي مر لبعض سجود الله نقنا يا سدي الله جسوك نقنا يا سدي شل سيستراح الله سمعنا يا سير مرتي الله جوك يا رقعدي لبعض رقعدي لبعض الله جوك يا يعني أركانتي سد حيه تمر قلنا بينه مرينا هذا أركان تهدي جبي هذا بقى شن تركونه يا كله هذا إلى ركعته هو دوبليكيت هذا ركعت بين ساكورة مين ركعت بين ساكورة مين
رجعت على سينما حين صار جنى إني صدق هي تمرقني لا هاي ورقني كواد وحين ندي والنيادة رقني الله بعد وين اللي سوت هذا صلاة دي القيام على القدرة رقني صدق حادنا وين الوحى سلا رقني أفراد وين فات هذا الآخرية رقني الشنات وين الركوعة رقني الحاد وين ركوع الوحى سلا رقني تضباط وين ركوع الله سوكعة رقني السديدات وين تجني ده الوحى سلا رقني السيالات وين للسجودة رقني الطبنات وين سجود الوحى سلا رقني الكويتونات وين لقى سوكعة سجودة رقني الليبيتونات وين الوحى سلا رقني السدحية الطبنات وين محنكو هذا ماركتي سجود اللي بعد لقى سوكعة وين اللي بدأ السجودات هل رقني أي مدة كتريا وين يعني سجودة لقى سوكعة ورقني السدحية الطبنات رقني أف ماركتي يعني السدحية الطبنات كدب سدحية الطبنات كارقني رك عضو لبويلاد رك عضو لبويلاد مركز جلسة استراحة هذا يدوى وصنة جلسة دمبل لغير فريسانية كدي من رك عدي كارضو كعيسى سد حيته مرك عضو رجوني بيلاد مرك هل رك عضو بالغة تريا رك عدا لبعض نميد ولي بوا دبل كيدو سحيته مك رجوني بيلاد أركان تم حي نهاري دونا حي نهاري دونا فرق عاد حياتك قدام بيا كو فرق عاد حياتك قدام بيا ورجوني ورجوني عفريت مناد وكو إنها تكون حسيشة وايهاي أفر يطوان بعدو جيسا التحياتكي اللي فردي جيبها انتا كهلا التحياتكي الأخرية وعشان يطوان وعدو جيسا سلق النبي صلى الله عليه وسلم وهي التحياتك قدام بيه سلق النبي القدرة ورقن من أركان الصلاة عند إمام الشافعي صدق حياتنا هورين وهي سنة فردي كو التحيات كي لبا التحيات لله وصلواته وطيبات أما التحيات كلا التحيات الصلوات الطيبات لله ماذا بك إمام الشافعي كو استعماله شان يلا واتن طريق ابن عباس أي كسارور ككلنا إلا تضيلا تنبو كسارور أما فري لا تنية تضيلا تنبه رواد ابن مسعود لبا الطريق ميستيرين لبا ضبوا متواتر إمام الشافعي وحليلي محاد كابن مسعود با تربى ذنعي وقادوه التحيات لله والصلوات والطيبات حد كاو قادم دبالي سقى حق الدروق ده لبا طريق داره امام الشافعي عيري كابن عباس اسنوا متواتر كنوا متواتر وحنو قادم ويقول لبض والله متواتره كابن عباس با ترى دير بودو ما دام حق الدعاء ده كديري هي سدا دراد اللي حق سند كلبض بو متواتره زياده دان قاتبود وزياده كابن عباس كيرته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لي سو كان كلام ما هين التحيات لله والصلوات التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك سوى صدح صغرى لكن كلام ما هين المباركات لي صحوي التحيات المباركات بركات لي مركا زيادة سنكون دورتي زيادة سنكون دورتي إمام شافعي رواياتك مركا رواياتك ابن عباس من بلغوري ابن مسعود عمر المخضاب ابن عمر يعني طريقة تحياتك قد بيوفر بدين نبي قنوي كود السوين كل بكا دونتين هاد مدلة ما دابا في عمبا لكن نقو مد بابا ينو تاقلان هايبا مد قرين نسوا عنو برانا دادك نيمكا مالبان تحياتك دادك ويدي مساجك يدو جمع الوجرو داد فرب بدن دادك عامكي بدن كيدو يخلد يامبا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا ما راه خلدين وعلى عباد الله باكمده بدن كود وعلى عباد الله باخرين وعلى عباد الله شيطانك وعن سيرته دتك عامد ام حدبي ما دام اني جار مجرور كن يا هوسلوغ يا كردوغ يا غدنينك يعني لوقدي غرمهين وين علمادو كوداشا دتك ان التحياتك لو لقيمو بدن كود وعلى عباد الله وعلى عباد الله كدني كسؤال ده وفضل بانسير وأنا على عباد الله هوي صالحين مرك على كل حال وحين مرني سد حياة طبعا هرة فرق عتحياة كأفرية طبعا عتحياة كل آخرية شنية طبعا سل جنبي بيقول آخرية لحية طبعا اللهم استعان لحية طبعا رجع ده رونج التضبيط منا وترتيبك
صلاة سايو كله هوري صلوا ما كله هور ماري كرو مية سجود ركوع ده لقى هور ماري كرا مايا ركن يستيه تمنانا وين صلاة ده لقى بحاء السلام عليكم ورحمة الله وليبه تسليم تهوري بارون يا تسليم تلا بعض واصلنا خلافا للحنابلة يا ابن قيم ابن تيمية مسألة ده ويت عصوان يجو أئمة سلفية خير بدنا سيد الراجحة أحاديث تكون صار رطي ركن يكواد إنه يهي تسليم تكواد لأن النبي يقول لي من شري مركة قاركود تسليمة واحدة في تلقاء وجهه مركة تسليمة اللبعض إنه سنة هاي اللي تيهورا كاقوديسة تلبعض إنه سنة هاي باي مارت أهل الحديث كو بدينيين وإن خالفت الحنابلة مذهب كحنابلة مذهب أهل السنة كمدي وليبوا مذهب كده دالة أحاديث لكن مركة قاركود بدار كيسا يدو مارت مذهب كشاف يدو كغهر مري أما تشلس استراحة نقطة أما مسألة تسليم تها النقطة إن يتهور واجب تاي أمرهم يتهي تلبادنا ونبقى مركز تيجي شري حاسة سنة وين صحلا ابن قيم يو ويدعي في أن حديثه لكن دروق ذا حديثه اسمر كلا إيوه ده ما علم ذا ابن حجر يا الباني يو علم ذا مرت أكثر كودو ويو ذا مرت ويسعيين ويسعيين الكعاء هنا هو كشوجو أركان تصلاة دون إلا ستي تمن كارجوني ويجي مركز نساو ترنو مركز أينو ترنو دماني نذا يركون يسرعيننا إلا استحيتهم بين فريق دونا سكوان أو مرت منهج وكانوا وجزاكم الله خير شارجرين تذا كبحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.